غطينا طبعا في اللور لم، غطينا الانتيري كومبارتمنت، بدينا شويه في البلوتير نرجعوا لها شويه، وبدينا بعدها في بدينا في الميديا كومبارتمنت، بدينا المسلز والسكن والحاجات زي هذه. اخر مصر وصلنا فيها اسمها الدكتور ماجنوس، ماجنوس دينا بريفس ولونجس، زي اي مصل تعتبر هي جروب، هي واحده من المصلز اللي هي بتاع الميديا كومبارتمنت، بالعجل معناتها هيغذاها الاوبتيريتور نيرف، وبالعجل معناتها حتدير ادكشن اوف دي تاي او اوف دي هيب جوينت زي ما اتفقنا. زي اي مصل ناخذ الاوريجن والانسيرشن نيرف سبلاي والاكشن بتاعها. مشكلة المصل هذه عندها تو بارتس، عندها الدكتور بارت تاخذ من الدكتور اريا هذه ويغذيها الدكتور نير اوبتيريت النير وتدير الدكشن. الثاني اسمها هامسترينج بارت، علاش؟ لانها جايه في الخلف معناتها غذاها سياتيك نير وحتدير اللي هي الحركه اللي هي اكستنشن. المصل في الخلف قلنا اكستنشن، المصل اللي قدام يدير فليكشن للهب. ديما اتفقنا على الني ولا الهب لازم تحدد. الادكتور بارت من الاورجن بتاعها زي ما خدوا الادكتور زمان قلنا في البيوبيك بون. البيوبيك بون يتكون من ثلاث حاجات، البادي سوبيريور ريمس وانفيريور ريمس. اختنا هذه تشد في الانفيريور ريمس في الاوتر سيرفس، تشدد زي الادكتور ماسلز الثانيه. الهامسترينج ماسل هذه تشد في الاسكال تيبرستي، لان معظم المسل اللي في الهامسترينج من الخلف يشد في الاسكال تيبرستي. صار قاعده عامه اللي هي الميديال جروب، هي الادكتور جروب تشد في البيوبيك بون، الخلفيات تشد في الاسكال تيبرست. في اكسبشن، في واحدة حاجات بسيطة، لكن هذه المين ايديا. الميديال كومبارتمنت اللي هي الادكتور تشد في البيوبيك بون، والثانيات يشدوا فيها اللي هم الهامسترينج بس الخلفيات، يعتبر فليكسرز ولا اكستنسرز؟ على حسب. على حسب. على الهب شنو يديروا؟ اكستنشن. على الني فليكسرز. هذه احسن تقسيم. ناخذ الانسيرشن بتاعها الاولى الفوقيه. الدكتور جروب وين تشد؟ تشد في السير سيرفس الشافت نتاع اللي هي اللينيا اسبرا. قلنا في خط طويل هنا شارب، هو الخط ماشي، هذا اسمه اللينيا اسبرا وشارب، مس محسوس في العظم، حاجه بارزه هيك شارب. لينيا اسبرا تتبع من لينيا اسبرا تشد حتى في الميديا سوبرا كوندايلر اللي هي ريدج. لو هذه كوندايل وهذه كوندايل، هذه لاترال هذه ميديال. الريدج هو اسمه سوبرا كوندايلر ريدج، هنا لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، وهذه ميديال، هي تشد حتى شويه في الميديال سوبرا كوندايلر ريدج، صار عندها تو انسيرشنز. اوريجن قلنا في الاوتر سيرفس بتاع انفيريور ريمس بتاع البيبك بون، والانسيرشن في اللينيا اسبرا زايد اللي هي سوبرا كوندايلر ريدج جهه الميديال، سموها ميديال سوبرا كوندايلر ريدج. اما جزء هذا الادكتور. الثاني هامسترينج يشد في الادكتور تيوبركم بتاع الميديال كوندايل. الهامسترينج هاي طلعت من اسكال تيبرستي. اسكال تيبرستي مقعمزين عليها انتم كلكم مقعمزين على عظمه اسمها اسكال تيبرستي. علاش ربي دار لنا نقعمز على عظمه؟ باش البادي بتاعنا ينتقل للارض. تصور لو انت مقعمز على سوفت تيشو بك كل خمس دقائق ما تجيش تقعمزها ثاني. علاش؟ لان نبغوا حاجه توصل الوزن بتاعك للارض. هذا علاش انت يو ار سيتنج اون بون هارد بون باش الويت بتاعك ينزل للطاهو، ما تحسش الويت بتاعك. باهي صار نرجعوا نبديناها هي من اسكيل تيبرستي، هذه الهامسترينج بارت تبعوا معي اهي ماشيه ماشيه اللي انشدت فهي تيوبركل، هنا اسمها الدكتور تيوبركل اللي قلنا عليها ذاك النهار، وهذه من التيوبركلز المحسوسات اللي هم جماعه العظام يبدا يمسوا فيها ويقيسوا منها سنتيمترات قداش طول وحاجات هلبا يديروا فيها، صار هذه من العظمات اللي يحسوا فيها معظم الدكاتره الدكتور تيوبركل. جهه اللاترال لا، جهه الميديا خير شنو يشد فيها؟ انسيرشن بتاع بارت اللي اسمها هامسترينج بارت اوف هام اوف الدكتور ماجنس. صار الدكتور ماجنس الهامسترينج بارت شدت في الاسكيل تيبرستي ونزلت لنهايه الفيمور في جهه الميديال، حس اسمها الدكتور تيبركل في جهه فوق الكوندايل بالضبط اسمها الدكتور تيبركل. ما بين التو ماسلز كونت اوبننج سميناها الدكتور هيتس. عندها اسم ثاني اسمها اوبننج ان الدكتور ماجنس، عندها اسمين كل كتاب يكتبها بشكل. الأولى الدكتور بيغذيها غصبا عنها بتيريتر، الثانية بيغذيها السياتيك. الدكتور غصبا عنها بدير الدكشن. ساعد فاش؟ اسيست فقط راه في اللاتيرال روتيشن بتاع الطي، لكن المين اكشن الدكشن. الهامسترينج زي ما اتفقنا بتدير اكستنشن زي اكستنشن للتاي زي المسلز الثانيات اللي بنسموهم.
اللي هي التندينوس والبايسبس والكلام اللي بنقوله بعد شوي بإذن الله. الفتحة هذه سميناها opening the دكتور هيتس بيطلعوا منها حاجتين هما اللي هما الفيمورال آرتري والفيمورال فين. الفيمورال آرتري والفيمورال فين. الدكتور هيتس هي قلنا ما بين التو بارتس متاع المصل هذه الدكتور ماجنس في اللور سايد متاع التاي جهة الميديال فوق عظيمة صغيرة سميناها الدكتور تيوبركل فوقها بالضبط. شو بتمرر زي ما شفنا قبل شوية فيمورال آرتري وفين لك في نيرف نيرف اسمه بوستيريو ديفيجن اوف اوبتيوريتال نيرف. صار اوبتيوريتال نيرف يعطي برانش اسمه بوستيريو ديفيجن خش من الفتحة هذه. علاش خش وين ماشي في طريق خش منها نفق باش يوصل للني جوينت. قال اوبتيوريتال نيرف عنده برانش يوصل حتى للني جوينت شو اسمه بوستيريو ديفيجن او بوستيريو برانش له شويه لمفاتك. صار هذا ما الحاجات اللي يمروا من الاوبننج اللي سميناها اوبننج ان الدكتور ماجنس او الدكتور هيتس. اوبتيوريتال نيرف تو قبل وين خلينا في الابدومن وين برانش من لمبر بلكسس ال2 3 4 لكن لازم نقول anterior division لأن الفيمورال نيرف حتى هو L2 3 4 لكن بوستيريو ديفيجن. علاش الفيمورال نيرف بياخد من بوستيريو ديفيجن؟ لأنه بيغذي الاكستنسورز متاع النيل. القاعدة شنو تقول بادي قسم بادي اثنين قدامي فنترال أو anterior تالي بوستيريو أي مصل تالي في الغالب يغذى في الغالب راه يغذاها بوستيريو ديفيجن أو بوستيريو ديفيجن زي ما قلنا باهي. لكن في الغالب اللي قدام يديروا فليكشن الخلفيات يديروا اكستنشن لكن هنا عكست الابر لمب قدامي فليكشن اللور لمب الخلفي فليكشن وقدامي اكستنشن. صار هذه لو اقول لك شنو هما قول لي اكستنسورز اصح لكن هما في لحظه يديروا فليكشن لكن هما مالي ربي خليهم اكستنسورز هذا كان اكستنسورز معناتها بيغديهم ديما اللي هو البوستيريور ديفيجن. خذوها قاعده هذه رول يطلع وقلنا من وين اوبتيوريتال نيرف يطلع من تحت المسلس ماس سوس ميجر خيطوها من جهه الميديال من جهه اللاترال الوحيد هو واللمبو ساكرال ترانك هذا كان تتذكر زمان ينزل على الهب اللاترال وول بتاع الهب جوينت لين يلقى الفتحه نتاعها الفتحه اسمها اوبتيوريتال فورامن هي اوبتيوريتال فورامن فيها قناه فوق لان مسكر الفورامن كلها بممبرين في قناه يطلع منها جاي. بعد ما يطلع شو يدير ينقسم لزوز شنو هما anterior و posterior division هذا مهم جدا اهو خليه من medial side هذا femoral وهذا obturator نزل على lateral wall لنجي في الفتحة هذه وطلع منها باش ينقسم الى two anterior and posterior division. الصورة هذه متاع سنان ممتازة جدا تريحك هلبة خلينا نشكروا على الصورة بعدها نقروا الكلام اللي قال هذا obturator nerve منقسم الى anterior division و posterior division. خلينا نبدأ في الانتيرير. anterior هو نازل يلقى روحه يدير كروس لي ارتري الارتري اسمه ميديال فيمورال سيركمفلكس ارتري ميديال فيمورال سيركمفلكس ارتري خدينا هذاك اليوم باه. لما يجي هنا يلقى روحه ما بين مجموعه مسلز شنو هما المسلز من قدامه انتيرو لي حيلقى الدكتينيس مسل والادكتور لونجس وخلفه حيلقى المسل هذا اسمه اوبتيوريتر اكسترنس ويلقى الثانيه بريفس لان هذه الدكتور لونجس الدكتور بريفس الدكتور مانجس بالترتيب هذا واضح هذه الموست سوبرفيشل هذه شويه ديب هذه ديب هلبه هو يلقيناه ما بين السوبرفيشل والانترميديت الوسطيه. السوبرفيشل اسمها الدكتور لونجس وهذه بريفس صار هو مر ما بين الدكتور لونجس وبريفس وما بين البكتينيس والبريفس وما بين البكتينيس والاوبتيوريتر اكسترنس هذا اسمه اوبتيوريتر اكسترنس صار هو بين هذه وهذه بكتينيس والبتيريتك ستيرنس نزل لوطا جي روحه ما بين الدكتور لونجس وما بين الدكتور بريفس اربع مصر خص ما بينات ان بتوين. لما وصل لهنا كروسد باش بارتري اسمها البروفاندا فيمورس صار البروفاندا دار كروس لهنا هو كروس لارتري الثاني اسمها ميديال سيركمفلكس فيمورال ارت دار كروس لحاجتين واحد شو بيغدي اهو نشوف هو غدا هذه بكتينيس شن ثاني غدا الدكتور لونجس غدا هذه بريفس يخطب ما بيناتهم لازم يدفع الضريبه التاكس كيف تخطب انت في الشارع بتاعنا ما تدفعش ضريبه ادفع يدفع لهذه وهذه يخلصها الدكتور لونجس وبريفس في نفس الوقت تعطي للبكتينيس هذه مصر البوستيريو نتبعوه دار كروس حتى هو الارتي زي خوه ويجي روحه ما بين البريفس والماجنس
زي ما بريفز ما بين بريفز والماجنس وغدا المصل هذه اللي هي الماجنس ومشي قدام البيرفوريترز الاربعه نتاع تكون نتاع الاول اللي قلنا عليها ذاك النهار البروفاندا. البروفاندا كيف ينتهي؟ بيرفوريت رقم 1 2 3 4 على سمينا بيرفوريت يخترقوا خوارق معناها يخترقوا المصل اللي هي الادكتور ماجنس هو النيرف حيكون مور سوبرفيشال للمصل هذه. نرجع الكلام اللي قال بيقوله هو بس داونورد اون فرونت قلنا المصل اللي اوتيريتر اكسترنس وادكتور بريفس لكن خلف شكون المصل قداميات بيكتينيز وادكتور لونجز قلنا شو بيعطي برانشات للمصلز كلها للبريفس واللونجز شبحناها والبيكتينيز شبحناها الجراسيلز لانها ما لازم نحوها باش يبان لنا الصوره هذه باش نشبحوا الصوره هذه باش نشبحوا الصوره سوري باش نشرح الصورة هذه نحينا الماد نحينا جراسيلز ولهذا حتى جراسيلز مور سوبرفيش ليهم هذا علاش حتى يغدى صار غدى بيكتينيس مش كل الناس اتفقنا ذاك اليوم غدى البريفز وغدى اللونجوس الدكتور وفي واحدة اللي مدر نحيناها اسمها جراسيلز هذه الحاجات اللي غداكم ارتيكولار برانش هو ماشي بيعطي للهيب جوينت صار اوتيريتر مر على الهيب جوينت في واحد قال لي لا زمان ما غديش الهيب جوينت شو رايك كيف نقنعوها دايلي نرجع لبدايه شكون عطاك انتروداكشن نرجع للدكتوره سعاد في حاجه قانون اسمه هيلتون لو شي قانون هيلتون يقول لك المصل اللي تحرك الجوينت لازم تعطي ضريبه للجوينت هي تحرك في الجوينت تقول هالجوينت بيعطيني انت تعطيني او العكس المصل تغدي الجوينت لازم اللي تغدي الجوينت لازم تغدي المسلز اللي غدوا في الجوينت صار هي مع بعض انت حركتي مسل تغدي في الجوينت اعطي حتى برانش للجوينت تاكس ما ضريبه هذه حتى هذه لان هذه غدت مسلز يديروا اكشن على الجوينت هذه لازم تغدي الهيب جوينت هذه رول سكن تاعك تكون ميجا سايد تاعك تاي نعرفها بالعقل هذا الانتيرو برانش ويخش في السبسرتوري بلكسس تشابك تحت السبسرتوريال بلكسس جنب الدكتور لونجز فيه هيك شوي بلكسات مش مهمات هلبا يهمونيش لكن على العموم مجموعه نيرفات مدارين بلكس ويعطي للفيمور ارتري فازو موتر معناتها فازو كونستركشن زي ما قلنا لشكون للفيمور ارتري هذا مهم جدا علاش هذا مهم؟ لان اي واحد سله نزيف قلنا احنا في رجله ضرب موس ولا بحاجه من الاول نزيف يطلع بقوه بعد هيك لحظه يبدا شويه يصب شنو صار فيها؟ صار فيه سبازم في المصل تاع الارتري اسمها اللي هي السمباتاتيك يخدم ويدير فازو كونستركشن كلمه فازو كونستركشن من اهم كلمات في الطب كله في الطب اللي من اللي تتخرجوا بعد ما تخرجوا فازو كونستركشن بوستيري ديفيجن اتفقنا زي ما شبحنا في الصوره يمشي شكون هي خل النقطة اللي مش رسمها في الصورة لازم نشبهها هو بيرس الاوبتيريتر اكسترنس اهي لا مديرها اهي اوبتيريتر اكسترنس وهذه انترنس وهذا الممبرين ما بيناتهم صح او بيرسنج هني مديرها خلاص هو بيرسنج للاوبتيريتر اكسترنس ويمشي قلنا فوق الارتري هو سميناه ميديا سيركمفليكس في مورال ارتري وينزل ما بين التو ماسلز البريفس والماجنوس وبيغدي لكن ميلي الماجنوس تو نشوفوا كيف قال لك مر على البيرس دي اوبتيريتر اكسترنس شبحناه في الصوره ينزل ما بين البريفس والماجنوس شبحناه في الصوره اند باي ديسندنج ثرو اوبننج في الادكتور ماجنوس تو دي ني يخش من الفتحه هذه واحد قلنا لان بيمشي باش يغدي الني جوينت قلت لكم الوحيد اللي نازل الني جوينت من فوق هذا برانشز شنو يعطيه ماسكول برانش تيريت اكسترنس علاش عطاه لان اخترقها لازم يدفع الدكتور بارت نتاع الواحد نتاع الماجنوس ولان شوفها بشوف قاعده باش تمشي في قاعده طول عمرك ما تنساها لان مره هنا هذا شكون غداها الانتيريور ولا مين هو ختم هنا اوكيجنال بيعطي برانش كان هي المسل قويه تقول واحد والله يقول له ما طالع علم تعطيني وكان بعض الناس المسل هذه مش مهمه هلبة مش مدوره مش معدله ما ياخذش منها هذا علاش كتاب اوكيجيني لكن القانون بتاعي اللي بتاع الطب يقول برنسبل بتاعي اختم ما بين العضلتين هما لازم يدفع لهذه ولهذه لهذه غصبا عنه هذه بعض الناس يدفع لها وبعد لا هذا علاش قلنا كلمه اوكيجيني ارتيكولار برانش للني جوينت اتفقنا اللي هو سي برانش مش للني جوينت فالانتيريور غدا للهب البوستيريور غدا للني
ويعطي برانش للارتيس ماه بازوموتر للبوبليتيا الارتري، هذا الاول اعطيه الفيمورال وهذا على البوبليتيا الارتري. في شويه بلكسس اتفقنا فيه، سب سارتوريال جنب قلت لكم الدكتور لونجز تحت السارتوري صح، تحت الديب فاشيا صح، لكن هو بجنب نهايه اللور اند بتاعت الدكتور لونجز وبين السب سارتوري بين السارتوريس مسل وما بين الدكتور لونجز سمول نيرف بلكسس ما تدوروش هلبا. يمنش تعرفوا برانشات اللي يعطيهم شكون بيعطيهم؟ بيعطيهم اللي هي الفيمورال نيرف والاوبتيريتر نيرف. بشارك الاوبتيريتر نيرف هو برانش منه. الفيمورال بشارك بواحد اسمه ميديال كوتينيس نيرف اوف ذا تاي طالع من الفيمورال، وبرانش من السافينوس نيرف اللي هو طالع من الفيمورال، صار رقم واحد واثنين دي ار برانشز اوف فيمورال نيرف، والثالث اللي هو اوبتيريتر نيرف، صار شاركوا في حاجتين الفيمورال نيرف بتو نيرفز والاوبتيريتر بنيرف واحد. نتاع الفيمور اسمه ميديال كوتينيس والثاني اسمه سافينوس نير. ذاتس ات، هذا اللي بدك تعرف عليه بس. اوبتيريتر ارتري طبعا خديتوه زمان في البلفس، برانش من الانترنال اليك. باهي من الانتيريور ديفيجن اوف ستيرس شكون تفكر؟ يس. باس داون وول فور وول في اللاترال وول ذا بلفس. قاعده قلتها مش عارف ما اعطيتكمش قبل ولا حاجه، اي نيرف بتجيبه اي خيط خيط تريك بنجيبها من الحكه هذيك لهنا، تصور لو جبنا خيط ولا اثنين ثلاثة فسدنا الحجره ما عادش نقدر نديروا فيها شيء، ضاعت حجره. العقل شنو يقول لي؟ لو بناخذ الخيط نجيبها الحيط. ولهذا حتى في الجسم في البلفس ما فيش خيوط نيرفات ماشيات في الوسط وكل شيء، والارتريات الوسط في الخلف تلقاهم في اللاترال وول. اخر في الكتاب ما قدرتش تصورها كلها في اللاترال وول، ما تقدرش تشبعها انت باهي يدير لك فيها في الوسط. صار الرول هذا هي، لو بنجيب خيط ديما نوصله للرتل لما هاني بعث لي معليش كان جبتها قصيت به الحجره هذه باش نحمي الحجره بتاعنا. حتى هذه نفس الرول ياشي يمشي كلهم على اللاترال وول تاع البلفس. صار نزل باس في اوفر وول اللاترال وول تاع البلفس، شكون اللي معاه؟ اوبتيريتر نيرف، ويخشوا الفتحه اسمها اوبتيريتر كانال اللي قلنا عليها. لكن ينقسم عكس الاول ميديال ولاترال برانش. الاول اعطاني انتيريو بيستيريو برانش، هذا الارتر يعطيني ميديال اللاترال برانش. اوكي برانش البران هو بيعطي برانشات، واحد منهم اختيتوه في البلفس لليورين بلادر، ومصل غادي يغذي مجموعه المصل اللي كنا نحكوا عليها، وارتيكولار برانش هذا مهم جدا 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 جدا. الهيب جوينت اليوم نعطيكم الهيب حندو عليه، لكن الهيب جوينت تبي ارتري وتبي نيرف. الارتري وين بيجيها؟ لو واحد مثال خلينا احنا ما عشدنا اورال الطالب نقولها قولي لي الهب جوينت مناش تتغدى، تبدا تحكي لي ما يعجبنيش الكلام، لا لان عندي بنادمين ما عادش بنادم واحد. العيل بيدياتريك تشايلد ولما يكبر يتغير، صار تشايلد ياخذ من الاوبتيريتر ارتي المين ارتي اللي يغذي الهيد والنك بتاع الفيمر، الهيد والنك بتاع الفيمر يغذيهم الاوبتيريتر ارتي. جيت العيل كيف نجاب ونشت انا ندير في عمليه ونشت الاوبتيريتر ارتي خلاص تتكرمش هذيك الهيد ويبدا ديما يطلع المفصل كذا وضاع مفصل طول عمره خلاص. لما يكبر بنادم بعتالي في الاضل زي نحن يبدا ياخذ من بلكسس تشابك بندو عليه اسمها تروكانتيريك بلكسس طب ندو عليه صار يفرد هلبا. كيف بيوصل الارتي للهيد في العيل الصغير؟ عن طريق الليجامنت اللي ماشي في وسط الهيد. الهيد بتاع الواحد بتاع الفيمور هذا الهيد، هذه النك، الهيد هنا في فوفيا منطقة ديبريشن صغيرة اسمها فوفيا. علاش انا شاد فيها ليجامنت؟ الليجامنت عندها اسمين ممكن تسميه تيرس زي ما خديت تيرس ليجامنت في الليفر نفس الاسم راه تيرس ليجامنت. هذا لازم تقول تيرس ليجامنت اوف ذا هيد اوف فيمر وتقول تيرس ليجامنت تاع الليفر لكن نفس الاسم تيرس ليجامنت. او عندها اسمها ليجامنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر او الارتري جي اوبتيريتر ارتري العين تو صغير كيف انجاب باش يخش يغذي الهيد. صار في البيدياتريك الهيد يغذي اوبتيريتر ارتري برانش منه. هذا خلينا في البيدياتريك. في الادلت الكبار في جريتر تروكانتر في بلكسس هنا هو اللي يعطي للهيد. معناتها في الكبار لو العين انجاب اليوم جينا نقص لي ظرف قصينا له النك بتاع الفيمو الهيد تقول حيه ما تصير شيء لان الارتري جاي من هنا. احنا الكبار يوم الناس تو العملية هذه الكسر هذا فيري كومن لو تمشي تو مستشفى تلقى 10 حالات كل يوم هذه الهيد بتاع الواحد النك بتاع الفيم لو قصيناه من هنا معناتها الهيد ما عادش توصل لها ارتري حيضيع الهيد في الناس الكبار. صار تفرق هلبا النقطة هذه.
يهمني تو انا اوبتيريتر ارتي يغدي في الهيد بتاع الفيمر في البيدياتريك في الصغار، وبالنسبه للاضل في حاجه اسمها تروكال تيريك بلكس. طب نعاودها ثاني بعد شوي. هذه مهمه. شو البرانش الثاني مهم جدا حتى هو اسمه بيوبيك برانش. شنو يدير له بيوبيك؟ مش كل الناس، لا مش كل الناس، 30% من الناس احنا 100 تو 30 منا فيهم. شنو يدير هذا؟ يعطي بيوبيك برانش هذا اللي هو اوبتيريتر ارتي، يلتحم مع شكون؟ مع برانش من الانفيريور ابيجاستريك. تفكروا فيه ولا يس؟ يلتحموا مع بعض، يجوا على اسمه بيوبيك برانش، يجي في جنب البيوبيك بون، في جنب ليجامنت اسمه لاكيونر ليجامنت اللي عيت ونعود لكم فيها ذاك النهار. معناتها جينا احنا قصيت الواحد صارت له فيمرا الهرنيا، رجعنا ما عادش تبي ترجع لانه ولا تك معبيه سوايا، دف دف البعض ما بيش يولي. جيب تقص، لو قصيت اللاكيونر ليجامنت ممكن تدير 100 عمليه كويسه، 101 تضرب الشريان. هو شنو هو الشريان هذا؟ التحام حلتو شرايين، شو اسمه بيوبيك برانش نتاع الاوبتيريتر ارتري، والثاني اسمه بيوبيك برانش اوف انفيريور ابيجاستريك ارت. هذه ما الناس اللي عندها الالتحام هذا 30% من الناس ما عندهمش اوبتيريتر ارت كاصل، هيك زي ما ماشي بالطريقه هذه. اوبتيريتر ارت ماشي بعيد، يعطي برانش اسمه بيوبيك برانش، والثاني ويكونوا هذا يعتبر المين بيوبيك ارتري نتاعهم، هذا من اوبتيريتر ارتري نتاعهم، يعني هذا الاصل يبدا، يعني يحل محل الثاني اللي هو الاوبتيريتر ارتري اللي المفروض يكون كبير، هو اللي صغيرون طالع زي ما قلتم الهب الفس صغير، لكن هذا يبدا المين اوبتيريتر ارتري. معناتها كانك ضربته كانك ضربت الاوبتيريتر ارتري، وكانك ضربت هذا شو بيصير لك؟ اول حاجه تفقد البلد سبلاي للجهه هذه كلها، لان كلها كانت قصيت الاوبتيريتر ارتري. سنرجع اوبتيريتر ارتي عنده برانشات اللي قلناها من الاولاد، لكن الارتيكولار برانش والبيوبيك برانش هذه الحاجه اللي تهمك تعرف. بيوبيك برانش انت تهمني يوم ندير العمليه على فيمورال هيرنيا اللي قلتها لكم هذاك النهار. هذه مراجعه لهذاك اليوم، انا قلتها هلبا هذاك اليوم. فين اي فين يتجمع ويمشي انترنال اليك تعرفوه كلكم. نجول الجلوتي ريجي اللي بدينا فيها هذاك النهار ووقفت لكم عليها. شنو الصوره هذه توريكم سيادتك نير؟ شنت لو شرحت سيادة نير شنو تستفيد منها الصورة هذه؟ راه قولوا لي. طلع من جريتر واحدة. ميدل للفيمر ني. خذ نقطة هنا. نقطة دير بالخطاط نتاعك نقطة هنا. محسوسة هذه كلكم تحسوها، كتوفها نحس فيها هنا تو. هذه حاجة محسوسة. الثاني اللي تقعدوا عليها أنتم كلكم محسوسة تو اللي هي الإسكيال كبرستي. وصل خط ما بيناتهم في الميد لاين بالضبط، هذا السيرفس أناتومي بتاعه. افرض واحد جراح بيدير عملية شنو يديروا؟ يرقد المريض على بطنه، يحط إيده هنا ويدير نقطة هنا بالخطاط، ويجي يمس الإسكيال كبرستي يدير خط ويوصلهم بيناتهم في النص بالضبط، يفتح يدير الموسم بتاعه ويفتح غادي. صار هذا السيرفس اناتومي بتاع، هذه يهمني جدا. سكن ناخذ سكن بتاع الاريا هذه. سكن قسموها 4 4، ديما قلت لكم قسموا الفوتك الى 4 4، ابر ميديال ابر لاترال لور ميديال لور لاترال. هذا ابر ميديال ابدو بي هذه الان الكنال اللي هي ال1 ال2 ال3 اس1 اس2 اس3، لكن بوستيريور ديفيجن لازم نقول هذه او ريماي كثير ريماي. صار الاريا هذه غداها كثير ريماي ال1 2 3 اس1 اس2 اس3. الابر لاترال يجاها تي 12 برانش منها، ويجاها ال1 اللي هو اليو هايبوغاستريك لاترال برانش نتاعها جاها من قدام. الاليو هايبوغاستريك جيتو زمان يغدي وين؟ الجهه اللي تحت فوق البيوبيك بون في الابدومن. هذا كلام نعاود في الكلام اللي خديته قبل، فوق البيوبيك بون فوق الروت بتاع البينس بالضبط، هنا الاريا اسمها هايبوغاستريك اريا، عندها اسم ثاني في المستشفى اسمها سوبرا بيوبيك. صار سكن في سوبرا بيوبيك غداها ال1 اللي هو بالاسم اليو هايبوغاستريك، يعطي برانش للاريا هذه. المنطقه هذه يغداها النيرف، يغدي التاي كله واللج قريب نص اللج، اكبر اطول كوتينس نيرف هو والسافينس نيرف. هذه اسمها بوستيريور كوتينس نيرف اوف ذا تاي، بوستيريور كوتينس نيرف اوف ذا تاي يغذي الاريا هذه كلها، لا نص اللج، اللج هذه نص، يفضل لك هذه بس الجهه هذه.
شكون اللي هي اللور لاتيرا كوادرا يغديها اللي هي من لاتيرا كوتينيس نيرف تاع القايس لاتيرا كوتينيس نيرف نعاود الاريا بتاعت الجلوتير ريجن قسمناها 4 4 ابر ميديان غداها ال1 و2 3 اس اس 1 2 3 اللي هو ستيريور رماي الفوقيه تي 12 ال1 غداها اللاتيرا برانش بتاع ال1 و2 12 هذه الستيريو كوتينيس نيرف دوتاي اس 1 و2 3 لازم تحفظوها هذا مهم اس 1 2 3 اللاتيرا كوتينيس نيرف دوتاي يشارك في اللور لاتيرا كوادرنت السيت نيرف تلقاه ماشي بالطريقه هذه بعد على الجهه هذه تضرب شي بركة هنا ديما الاضرب احسن تاع تضرب فيه يبرا دير فيه حاجه ابر لاتيرا بعيد على سيتك نيرف لنفت درينج قاعده اللي قلتها لكم كل اللق شكون يعطي تمشي للوين سورفيشل وين هذا ما هو السوبرفيشل شو معناتها كلمة سوبرفيشل قلنا عليها ذاك اليوم اللي هي سوبرفيشل للديب فاشيا اللي هي سكن سبكوتينس تيشو اي كانسر في السكن اي كانسر في سبكوتينس تيشو اما الانفلود اللي بنحوهم اسمها سوبرفيشل اما جروب هي تي شيب قلنا احنا اللور لمب كلها فوق الديب فاشيا اللي هي سكن سبكوتينس اي مش لوين نلقوهم في الجروب هما تاع الانفلود في هذه اسمها مذكرة هذه اسمها ميديال جروب دويت عليهم هذاك اليوم صار فيرتيكال جروب باهي بعد كتابات كتبها لاترال جروب لكن هي الاسم صح فيرتيكال جروب السوبرفيشال فاشيا فاشيا عادية فيها فات هلبة وهذا علاش مدايرة البروميننت بتاع البوتكم بتاع الشخص والشيء الثاني هي الفاشيا هذه عبارة عن كوتينس اريولار تيشو وفاة الديب فاشيا تمشي مع الفاشيا لاتا اللي هي الفاشيا لاتا اللي هي الفاشيا بتاعت اللور لم في الجلوتير ريجن تدير شنو تنقسم لزوز وتغطي تلود على شكون الجلوتيس ماكسيموم علاش تو شنو وظيفة الديب فاشيا هنا قلتها راه عاودتها اكثر من مره المحاضرات اللي فاتت شنو وظيفة الديب فاشيا ما فيش كومبارتمنت هنا في مصر واحدة لا تعليها بس يا ريت لا تعليهم كلهم كان هذا قلت كومبارتمنت صح علاش كل مصر فيها ديب فاشي حولها to prevent friction أحلى كلمة قالتها الدكتور to prevent friction أو lubrication تشحيم lubrication حديد في بعضها في السيارة مش حط في شحمة بناتها مش مسيرش friction وحرارة واحد زيادة هذا علاش ربك دلها الواحد في اللاترال سايد نتاع الطايب تكننت باش يكونوا حاجه اسمها اي تي بي التراكت خديناها 100 مره ليجامنت شنو هو الليجامنت في الجلوتير ريجن دوز خديتوهم ساكل كبرس ساكل. شنو وظيفتهم يا جماعه يس والله ما سمعت يديروا النوتش مش فايده ما تعتبرش فايده مثال الباب هو مش عندنا اربعه اجز مش هما رب هما فيهم فائدة حطينا في واحدة بريزة وحطينا في الثانية خيط وحاجة لكن مش كوظيفة هما تكوينهم دارونا الفورمال لكن مش هذه الفانكشن بتاعها تكون يقول لي علاش شنو وظيفة الساكرو تيبرس والساكرو سباينس ليجامنت اسمع فهد نبي كلمة بريفنت روتيشن يس روتيشن هي توا واقف عندي سباينال كورد اللي هي السباينال فيرتبرا كورد باهي بتاعي رزين ينزل لوطه لما ينزل على البلفس مفروض الوحده الكوليكتي الساكره نتاعي زي الحيوانات اللي عندهم ديل هيك المفروض ساكر علاش ما صارش الروتيشن هذا نتيجه الليجامنت هذا صار الليجامنت دي ار فيري تك ان هيومن بينج تو بريفنت روتيشن اوف ذا ساكرو اليك جوينت كان هذا الساكرو اليك جوينت تبدا تقول لك يبدا الساكر نتاعك كل ما توقف يقول تالي زي الحيوانات صار هذه وظيفته كوظيفه قريت سيادة فرم خديتها ولسه في البلفس بدينا ذاك النهار المصل وغطيناه الحمد لله بدينا بها يمشي بعدها التست هذه قلت لكم عليها تفكر فيها ولا التست باهي التست شو اسمها اللي بيكم تعرفوا اسمها من توا اسمها ترندل امبيرف تست سنه رابعه وسنه خامسه ديروا هلفه من توا يا جماعه علاش نص نص نبي معلومه واحده بس عليها حاجه اثنين على الاقل الاسم مبدئيا والتست كيف التست زي ما اتفقنا ذكرنا لما يقول هيك حط نمشي حط رجلي على الطاقة والثانية مديومة صار الويت كله ماشي على شكون على الرجل هذه يفترض شنو البلفس يقول هيك معي هيك نمشي
كل ما نحط الرجل عليها الواكي البنت تصير تلتن ذات سايد. شكون يدير تلتن هذه؟ تو مسلس اسمها جلوتياس مينيمس وبيدس. لان شو وظيفتهم هذاك النهار قلت لكم عندها وظيفتين، تدير ابدكشن. اه تو هني الحركه شكون دارها؟ فما مسل اسمها جلوتياس ميديس ومينيمس. هيا شكون اللي مانع رجلي تخش لداخل ويصير لها ادكشن؟ هي نفس المسل. صار شدوا النقطه هذه المهمه، جلوتياس ميديس ومينيمس الفانكشن تاعهم اثنين. اول حاجه تدير ابدكشن للهيب جوينت، يا سلام علينا، وتمنع الادكشن. امتى تمنع الادكشن؟ ديورينج ووكينج، لما اني ماشي رجلي قلت لك بيخشوا لداخل، لان هذا بحكم الجرافيتي نتاع، حكم لو الواحد يسيخ بنادم رجليه يخشوا لداخل ما يطلعوش برا. علاش؟ هذا وضع الجسم، يعني الجرافيتي يجيبها بطريقه لما يسيخ بنادم يصير في فليكشن، عمره ما يصير يطيح في اكستنشن. باهي هذه رول. لا انت صار انت ماشي مفروض رجلك بتخش لداخل، شكون اللي يمنعها تخش لداخل؟ التو ماسلز جلوتياس ميديس ومينيمس. نعاود هادم دي هاف تو فانكشنز اللي هما ابدكشن للهيب جوينت وبريفنشن للادكشن. نفس الكلام هو، لكن ديورينج ووكينج نحتاجوها المصل هلبة هذا. باهي افرض النيرف نتاعها ولا هي مضروبه، تبدا لما انت بتقول هيك خلا معاها، ما عادش هي دي شو بدي دي الحركه هذه تلتين للجهه الثانيه باش الجسم يحاول يعوض الحركه هذه الاولى. لما تحط رجلك على هذه التلتين ما عادش يصير اون ذا سيم سايد، يصير اون ذا اذر سايد. تبدا بنادم يقول يمشي بالطريقه هذه اسمها دك جيت. دك جيت اللي هي زي البطه بالضبط. التست اللي نديروا فيها اسمها ترندل انفيرت تست. تست لشنو هذه؟ للمصل السنين اسمها الدكتور بريفز سوري جلوتياس ماكسيم مينيموس وميديس. يس تنسوا الفاشلات اخذناها باي فورمز كلها. نمشوا بعدين للمصل تو الخلفيات سوبيري جاميلس. خديتوش شي قبلها في البلد؟ اوكي سهلات على الاخر. هذه خديتوها باي فورمز ولا في البلد؟ خلينا نبدو فيها البوتك. احنا تو مسكر الدنيا، نحينا سكن منشرفوا مع بعضنا، لقينا سبكوتينس تيشو شحم هلبه نحيناها، لقينا مصر كبيره الفايبرز ماشيات 45 درجه هيك اسمها جلوتياس ماكسيموس، نحيناها بللنا الشكل هذه جلوتياس ميديس ومينيمس، نحيناها طلعت لنا لوطا مصر شكلها متلتت الشكل اسمها فايرفورمز. تحتها كيف عرفناها؟ لان طلع تحتها نيرف كبير اسمها سياتيك نيرف، خلف السياتيك نيرف ثاني اسمها بوستيريور كوتينيس نيرف اوف ذا تاي. هو اكزاكتلي خلفه بالضبط، هو هذا هذا سيات كنير. باهي سيات كنير هو ماشي بيمر على ثلاثه عضلات، عضله وعضله وتندن ما بيناتهم. الفوقيه اسمها سوبيريور جاميلس، اللوطيه اسمها انفيريور جاميلس، وهذه التندن نتاع اوبتيوريتور انترنس. باهي خلينا نكملوا الاخيره باش نرتاح مره واحده. هذه اسمها كوادريتس فيمورس مصل ثاني. على اسمها كوادريتس مربعه نتاع الفيمور. صار عندك اربع مصر بناخذهم توا، الاولى اسمها سوبيريور جاميلس، انفيريور جاميلس، التندم تاع اوبتيوريتور انترنس وكوادريتس فيمورس. وكلهم لاحظ النيرف يمشي سوبرفيشال ليه، كلهم سوبرفيشال ليه. نبدو الاولى سوبيريور جاميلس اللي هي حط عليها السهم. طالعه من شكون؟ طالعه من جهه البلفس. البلفس شنو العظمه؟ اللي هو اليوم واسكيوم وبيوبيك بون. منين طالعه منهم؟ طالع من اسكيل سباين. صار اسكيل سباين صار الفوقيه طالع من اسكيل سباين، يعني مدرقه التندون تبعوه ماشي يلتحم مع التندون هواه ومع التندون هواه ويديروا انسيرشن واحد في جريتر تروكانتر. صار في الطب نتاع جريتر تروكانتر شدوا لي ثلاثه مصل. صار ريحونا هذه ان الثلاثه عندهم انسيرشن واحد. شكون هما؟ سوبيرو جاميلس، انفيرو جاميلس، والتندون نتاع اوبتيريتر انترنس. الانسيرشن بتاعهم في الجريتر تب نتاع جريتر تروكانتر. يا سلام. لكن الاوريجن يختلف. ناخذ السوبيرو جاميلس، منين الاوريجن تاعهم؟ من الاسكال سباين. باهي من الاسكال سباين. النيرف سبلاي نتاعها هي واختها اللي تحتها مع بعض، احفظهم ليك. والثانيه واختها اللي تحتها، اربعه هم، اثنين الفوقيات مع بعضهم واثنين اللوتيات مع بعض. الفوقيات سوبيرو جاميلس والاوبتيوريتر تندون الهدايا ياخذوا من نيرف تو اوبتيوريتر انترنس. هذه وهذا تندون. تو مسلز مع بعض. اسمها نيرف تو اوبتيوريتر انترنس. باهي خلينا نفهمها. انفيريو جاميلس طب ناخذها بعد شويه. باهي شنو وظيفه المصل هذه؟ هذه ماي المصل اللي في الخلف يديروا لاترال روتيترز اوف ذا هيب، سته مصل. ما تاخذوش الارقام لكن سته مصل يديروا لاترال روتيشن
of the hip joint. الله أكبر عمت الله كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى بكرة وصيلا حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأخير ما تنقوش إلا هذا. هذه الحقيقة اللي نبعد عليها. انفيريور جاميلس ناخذ الانفيريور وين شدت؟ من اسكيال توبرسكي الأولى وين؟ اسكيال سباين الثانية اسكيال توبرسكي خلاص سهلة سهلة. الانسيرشن تاعها قلنا مع بعض والثلاثة ما عادش ليها دخل بها. النيرف معها هي تاخذ النيرف تاعها هي اللي تحتها اسمها نيرف 2 كوادريتس فيمورس خلاص نيرف 2 كوادريتس فيمورس. شنو وظيفتها؟ لاتيرال روتيشن حتى هي صارت ثلاثة هدمية ولا أربعة مصل ثلاثة غطيناها ما فضلت لي هذه بس ناخذوها. شنو اسمها كمصل؟ اسمها كوادريت نخليها هذه خديتها في البلفس كوادريتس فيمورس سهلة اسكيال تيبورستي في اللاتر بورد نتاع اسكيال تيبورستي زي شكون زي الجاميلوس اللي زيها ولا صار اثنين نيرف سبلاي واحد واثنين الاوريجين واحد. الانسيرشن يختلف بس الاولى شدت في التب نتاع جريتر تروكانتر هذه تشد في الانتر تروكانتر كريست. شنو هو الانتر تروكانتر كريست؟ لو خدينا هذه الهب هذه سوري الفيمور ما بين جريتر تروكانتر والليسر تروكانتر في خط من قدام لاين اسمها خذها من الخلف لقلبوها تو من الجهه الثانيه حنلقوا هيك جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر في كريست. كريست يعني بروز عظمه بارزه فيها تيوبركل هنا هذه تشد فيها صار هي تشد في التيوبركل نتاع الانتر تروكانتر كريست وين اسمها كوادريت تيوبركل اسمها كوادريت تيوبركل من الخلف يعني. شنو وظيفتها؟ اللاترال روتيترز صار السوبيريو جاميلس والانفيريو جاميلس والاوتيريتر انترنس والكوادريس في مورس هذه أربعة ديروا لاترال روتيشن اللي تكون للهيب جوينت. السوبيريو جاميلس خذت من الاسكيال سباين والانفيريو جاميلس خذت من الاسكيال تيبرستي اثنين معاهم التندون وين يشدوا في التب نتاع الجريتر الفوقيه واللي تحتها شكون هما الفوقيه؟ السوبيريو جاميلس والاوتيريتر انترنس. شنو النيرف سبلاي بتاعهم؟ يس والثانيات نيرف سوبرا كوادريس في مورس كوادريس في مورس هدية وعندها اوريجن من حتى هي زي اللي قبلها من وين؟ من اللاترال بورد نتاع اسكيال تيبرستي. الانسيرشن بتاعها وين؟ هدية تاخذها بس اللي هي الكريست هذه اسمها انسيرتور كانتر كريست حاجه اسمها كوادريت تيوبر روتيشن كلهم لاترال روتيشن. النيرفات النيرفات بوستيرو كوتينس نيرف اوف ذا ثاي مهم جدا علاش؟ معنى الكوتينس مش مهمات يفترضوا ولا مش هذيك الاهميه يعني زي الموتر لكن هي مهم لان يغذي فيري بيج اريا. تصور قصيته هذا شنو؟ تفقد الاحساس من وينه؟ تفقد الاحساس من وين؟ قلنا جلوتير ريجن المنطقه هذه قلنا بغداه طاي طاي كله طاي لق لق لنص اللق صار المنطقة هذه كلها تفقد الاحساس قاعمز على مرش على شوك على واحد ما فيش خلاص ما تحس شيء مشكلة مصيبة. صار هو عنده فيري بيج هيوج اريا غده من وين؟ تبدا من الميديال سايد اما ميديال الهواء هي اللور الميديال كوادرنت الطاي كلها من التالي مستير ونص اللق غادي صار فيري لونج كوتينيس نير. هذه اول معلومة. برانش مشكون هو طالع من البلفس. شنو هو البلفس عندي؟ عندي ساكر بلكسس صار يطلع من ساكر بلكسس الفتحة ما هي يطلع عندي فتحتين في البلفس واحدة اسمها جريتر سياتيك فورامن والليسر يطلع من جريتر سياتيك فورامن. المشكلة الفتحة قسمتها حاجة اسمها باير فورمز مصل يطلع فوقها لا يطلع تحتها صار هو برانش من ساكر بلكسس ولازم تحفظه اس واحد اثنين ثلاثة يطلع من الجريتر سياتيك فورامن تحت الفايروس مصل هذا كله رينا باهي طلع. شنو علاقته بالسياتيك نيرف قلنا من بكري؟ جاست بوستيريو ويخي ان كونتاكت معاه يعني يوم جينا واحد قصينا السياتيك نيرف نقصه معاه حتى البوستيريو كونتيرس نيرف اوف ذا تايب صار فيري كلوز لشكون للسياتيك نيرف بوستيريو اللي بالضبط باهي هو نازل في الطريق يدير سوبرفيشي اللي مصل اسمها بايرفورمز بناخذوها بايسبس باي فيمورس يعني سوري بايسبس فيمورس يدير هو سوبرفيشي له على سوبرفيشي لانه كوتينس حيكون سوبرفيشي اوكي ران داون باك تايب ديب تو ديب فاشيا هو وضعه ديب فاشيا معناتها
اي جرح بسيط التالي بمرشه ولا بموس ولا حاجه، هذا النيرف في الميد لاين تلقاه بالضبط لا يقول انه يصير فيه انجوري. صار اي واحد يجيك مجروح في التايم التالي خمم لي في النيرف هذا، ندخل ثانيات ديب ديب بالداخل، هذا اللي هو تحت الديب فاشيا بالضبط، ويمشي يمشي تحت الديب فاشيا نبغي يغدي سكن احنا، امتى يطلع؟ يطلع تحت يبدا في السب كوتينس بجهه البوبليتيا الفصه، لما يوصل هنا يبدا تحت السكن بالضبط طول. الاول كان تحت الديب فاشيا تحت الديب فاشيا تحت الديب فاشيا، لما وصل في الجلوتيا هنا في البوبليتيا الفصه دي اندر ذا سكن، اخترق الديب فاشيا بدا بينه وما بين السكن موجود في السب كوتينس تيشو. برانشاتا في الجلوتيا ريجن اتفقنا بيعطي المنطقه هي هي اللي هي الربع الميديا. في البرينيوم ديتوها مفروض يغدي شكون؟ سكروتوم يغدي التلتين. السكروتوم لازم تعرفها، السكروتوم هيك جاي التلت الاول يغديه اليونجواينال نيرف ال1 ديتوه مفروض، وهذا يغديه بوستيريور كوتينس نيرف اوف ذا تايب وبرينيال برانش اوف دندر نيرف. سكروتوم نيرف سبلاي لازم تعرفه، مهمات جدا حتى بعد لي سنه خامسه واحد. صار انتيريور تير اوف ذا سكروتوم سبلاي باي اليونجواينال ال1. الثاني بوستيريو كوتينس نيرف اوف ذا تايب قلنا اس 1 2 3 زائد برينيال برانش نتاع الجودندر نيرف يغدوا البوستيريو تو تير نتاع الثدييه اللي هي سكروتوم. وفي الفيميل اسمها جلوتياس اسمها ليبيا ماجورا اللي هي تقابل التست سكروتوم بالضبط. كوتينس برانش زي ما اتفقنا، شوف شو غدا، شوف دايرين في الميد لاين ميد لاين، وصل لهنا يطلع فوق 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 هو غدا قريب للجهه هي بالضبط لهنا بالضبط لنص الليل. سيتك نيرف مهم، لارجست نيرف في البادي، ياخذ من كل الساكرال بلكسس اربعه وخمسه بس واحد اثنين ثلاثه، يطلع من جريت سيتك فورمن تحت الفاير فورز مسل، بيصير له ديفيجن. ركزوا معي تو كلام هذا مهم، بينقسم الى اثنين، واحد شو اسمه كومن برينيال والتيبيال، ولا نقول التيبيال كومن برينيال، شو رايك؟ تيبيال تيبيال علاش؟ يوصل لدرجة يعطي برانش صغير وهو كونتينوس اسمه تيبيال، صار كونتينوس نتاعه اسمه تيبيال، وهذا اسمه كومن برينيال نيرف. الكومن برينيال شنو قابل فوق في الابر لم؟ شنو شكله بالضبط؟ ابا نيرف. صعبة صح؟ هنقصوه، قصيناه هيك، ضربناه، قصيناه. الريدي لما ضربناه شنو صار؟ باش يجيك البيت ريست دروب. طب خاش اي واحد هيك نقول هذا طول الريدي مضروب. لوطه حيصير له فوت دروب. صار هذا يدير فوت دروب. صار كومن برينيا النير خطير لكل الدكاتره، وفي قصص هلبه في الطب عليه، وفي مشاكل هلبه في الطب عليه، وتقدر انت جراح تضرب المريض نتاعك وتهكى كيف؟ لما يركضوا المريض على جنب في عمليات يديروا فيها مش راكد على ظهره على جنب، يقعد مثال ساعتين ثلاثه النيرف مكانه هنا بالضبط. طب ندويكم عليه النيرف هذا يصير عليه ضغط مده طويله ما عادش يخدم. اي نيرف تبي توقفه يا قصه مره واحده ما عادش يخدم طول عمره، يا اما تضغط عليه. لما يصير عليه ضغط يقعد مرات حتى شهور ما يخدم، شهر اسبوعين ثلاثه شهر اكوردنج كل على الضغط قداش كان. شنو يصير؟ يجيك البيش الناد من العمليه بتوقفه واليوم يلقى رجله طايحه، انت مدخل عليه هرنيا تدخله بعد ذلك فوت اضرب. وهذه واحده من المشاكل تجي في امتحانات ديما ونعرفوها وصايره تصير وتصير تصير حتى في اوروبا. باهي باهي وين يصير انقسامهم الزوز الاثنين؟ هذا ركزوا معي. شو اسمها الحفره هذه قلنا عليها احنا؟ هاند بريت عرض ايد هيك، احفظوها كلمه هاند بريت عرض ايد فوق البوبليتيا الفصه، هذا رقم واحد. لو كنا احنا دي شرحونا حنلقوا هاند بريت فوق البوبليتيا الفصه. بعض الناس ينقل الخسام يصير في التاي في النص هنا، بعض الناس يصير فصل البلفس الداخل. لما يطلع بس البلفس ينقسم اثنين، واحد منكم البرنين يمر فصل البايريفورمز مصر، يجي جراح بايريفورمز ما فيها شيء مصر عادي نقدر نقصها وعادي وما بنادم يقصها باش يوسع الدنيا باش يخدم كويس. الجراح يقول لي هيك حظه هذاك اليوم الكومن برينيوم عند الشخص هذاك مار فصل الواحد فصل البايريفورمز، المريض او ما ينود من العمليات يقعد طول عمره ما عادش يقدر يمشي على رجله بكل، حيصير له فوت اضرب. هذا علاش وقفوا فينا من تو الدكاتره، رد بالك على البايريفورمز تقصها،
علاش؟ لأن المريض هذا ممكن من الناس النوادر اللي هم الكومن برينيال نيرف انقسم فصل البلفس. باهي انقسم فصل البلفس كيف يطلع؟ يطلع فصل الفايروفورمس مص. هذا كلام اكستريملي امبورتنت لأن هذا اللي يهمني نتو. الكورس كيف ينزل؟ من الصورة، خليك صورة تحل لك الأزمة. أنا تبي تصويرها. ونازل تحت البايروفورمس مصل. مشي فوق الثلاثة جاميلس وجاميلس والأوبتيريتر انترنس. مشي فوق الكوادريتس فيمورس. مشي فوق مصل كبيرة اللي في التايت اسمها اللي هي الدكتور ماجنس. صار عنده هو سوبرفيشال اللي شكون؟ هو ديب للبايروفورمس. اتفقنا من الصورة. سوبرفيشال سوبيريو جاميلس. انفيريو جاميلس اوبتيريتر انترنس. سوبرفيشال شكون الثاني اسمها كوادريتس فيمورس. سوبرفيشال اللي مصل ثاني زيدها في التاي اللي هي اسمها الدكتور ماجنس. صح هو سوبرفيش لكن ديب لشكون؟ لا مبدئيا النيرف اسمها بوستيريور كوتانيس نيرف انت طيب مش تحته وخلفه بالضبط بوستيريور هنا ولا النيرف جاي. صار هو يعتبر شكون ديب للثاني؟ سيت نيرف ديب للنيرف اللي هو لاصق عليه هنا اسمها بوستيريور كوتانيس نيرف انت طيب. وشكون ثاني العضلات اللي تمر فوقها؟ نشبه صوره خير مرات اهي شنو العضله تشد من الميديا لللاترال؟ بايسبس. شنو هي عضلة تشد من اللاترال للميديال فوق هنا؟ سارتوريس. سارتوريس مش كنا مداير الدنيا ماشية هيك من اللاترال ميديال. صار هذه كان زي باش تقارنوهم ببعضهم من قدام من اللاترال ميديال من الخلف اهي من الميديال لللاترال. علاش مشت لللاترال؟ باش تشد في الهيد نتاع الفيبولا. تشد في الهيد نتاع الفيبولا هذا علاش؟ باش بعدها بناخذوها. لكن صار شكون هي المصل اللي دارت كروس لي بايسيبس في مورس. وعضلة تانية ما تبانش هنا هي اسمها سيمي ممبرينوسس. صارت سيمي ممبرينوس. صار شو اللي خلفها بالضبط النيرف؟ خلف حاجة واحد منهم نيرف اسمها بوستيريور كوتانيس نيرف اوف ذا تاي قلنا عليه. فوق حتى العضلة الكبيرة بتاع البوتك تغذيه الجلوتيوس ماكسيموس. البايسبس هي واضحة جاية كروس عليه دايرة كروس. مصل تاني ما تبانش هنا في الصورة اسمها سيمي ممبرينوس. صار هذا يعتبره بوستيريور ريليشن. صار anterior relation مجموعة muscles يجي أربعة حتى هم والposterior relation تراون أربعة muscles حتى هم nerve وثلاثة muscles. به شن بيغذي تو كل واحد منهم؟ التيبيال. التيبيال بيغذي المصل نتاع هم شو اسمها المصل خلفيات طبقنا فيه هنا hamstring muscles. شنو هم؟ biceps femoris semi tendinosus semi membranosus كلهم يغذيهم كلهم. لكن البايسبس سماها باي شو معناتها؟ عندها تو هيدز ولا يغذي اللونج هيدز فقط. شو المصل اللي خش شاركت معاهم في الهامسترينج مصل اسمها الدكتور مامس. صار كل المصل الخلفيات اكسبت واحده شورت هيد اوف بايسبس يغذيها كون اسمها كومن برينيال والباقي كلها التيبيال. يعني التيبيال يغذي الهامسترينج مصلز كلها اللي هم بايسبس ما عدا شورت هيد السيمي ممبرينوسس سيمي تندينوسس والهامسترينج بارت نتاع المصل اللي خديناه من بكريكا الدكتور ماجنس. هو ماشي بيعطي شكون للهب والني. شنو يحيل الكلام هذا؟ ان لو تو ناخذ الكومبرينيل تلقاه ما يغذيلكش معظم الجوينتس. هذا غدى معظم الجوينتس لان هذا المين نيرف نتاع الجهه هذه. صار مين برانش نتاع السياتيك التيبيال. علاش؟ لان غذالي عضلات هلبه وشارك في تغذيه تو جوينتس اللي هي الهب والني جوينت مهمه جدا. اي شورت هيد اوف بايسيبس سبلايد باي كومن برينيال نيرف. كومن برينيال نيرف سوبير جلوتيا خديتوه زمان وخديتوش سهل. سوبير جلوتيا من اسمه سوبير. علاش قال سوبير؟ في انفير سوبير اللي شنو؟ الباي فورمس. السلام عليك. برانش مشكون ما عنديش الا ساكر بلكسس ما عنديش الا هو من ساكر بلكسس. باهي شو بيدير شو بيغدي؟ قلنا احنا ميديوس والمينيموس والماجنس يغدى الانفيريور. صار الماجنس غدى الانفيريور والثانيات يغديهم السوبير غدى لي المصل السنين. شنو وظيفتهم المصل؟ تعودوا لي ابدكشن للهب وبريفنت الادكشن. نفس هذا ما هذا الكلام اللي بيقعد لكم. باهي
بالنسبه للانفيريور هذا السوبيريور يغذي الميل اياه تنسر فشلاته وجليتس ميديوس والمينيموس قلناها قبل شويه زيد تنسر فشلاته بس نسيناها قبل شويه حتى هو يشارك معك الانفيريور يطلع تحت البايرفورمس يمشي باش يغذي اختنا المصل الكبيره اسمها جلوتياس ماكسيموس داتسل هذا النبي ودند النيرف خديتو اسمها في البلفس يفطر تحتو خديتو كله نيرف تو فر كوادريتس في مورس قولوا لي النيرف هذا شنو بيغذي كوادريتس في مورس اند انفيريو جاميلس انفيريو جاميلس هذا عنده زوج بيغذيه باهي يشارك فاش هذا مهم جدا هذا واحد بيشارك في الهيب جوينت يخي هذا بقوه يشارك في الهيب جوينت صار لو يقول لك شنو النيرف القوي اللي يغذي الهيب جوينت واحد يقول له نيرف تو كواتريتس في مورس يغذي المصل ويمشي للجوينت هذا يعتبر امبورتنت نيرف في الجوينت اللي هي الهيب جوينت شنو بيغذي ثاني كواتريتس في مورس وانفيريور جاميلس نيرف تو اوبتيوريتال تيرنس خديتوه ما خديتوش البلفس لل يطلع نعاودوه يطلع من الساكرا بلكسس يطلع منين؟ يطلع ويخش الحفرة يطلع من جريت سياتيك فورامين وخش للليسر سياتيك فورامين باش يغذي المصل الداخل ما عرفش شكون عطاكم بلفس دكتور احمد ولا؟ ايه البلفس مع البلفس قسموه هيك البلفس يعتبر بلفس فوق ولوطا اسمها بيري نيم الفتحة بتاعة البلفس اسمها جريت سياتيك فورامين الفتحة بتاع البرينية اسمها ليسر سياتيك فورامين معناتها كان عندك نيرف تبي تجيبه هنا باش يخترق المصل هذا اسمه ليفيت ريناي النيرف يقول لك يطلع برا شويه ويخش لداخل هذا صاحبنا اسمه اللي هو نيرف تو اوبتيوريتال انتيرنس طلع من السيت نيرف وين موجود سيت نيرف هنا طلع من جريت سيت فورامن شويه للجلوتي ريجن ويطلع يخش بعد تالي للسر سيت فورامن وباش يخش في الاسكيوريك الفصة ما عرفش خديتها لحقت عليها ولا حسوت What can we do? Nothing. تو كلام مهم ركزوا معي. Superior gluteal artery. اخديتوه اسمان في الانتر برانشز تاع الانترنال اليك ارتري. برانش من شكون؟ من البوستيريور ديفيجن. هذا ما يهمني بس هذا اللي يهمني يطلع فوق شنو؟ يطلع فوق مسل اسمها بايريفورمس يغذي مسل كلام زايد. اللي بعدها ثاني شو اسمه؟ انفيريور يطلع علاش انفيريور تحت البايرفورمز وحتى هو برانش من انتيريو ديفيجن مش بالبستيريو. تو هذا كلام عام عارفينه نعاود فيه لكن اللي يهمني هنا تو كلام ممتاز جدا 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 جدا. علاش جدا جدا؟ لان كلينيكال امبورتنت يهم كل دكتور هو تروكانتيريك انستموز. من اسمه تروكانتيريك معناتها اكيد بجنب التروكانتيريك. شن هي التروكانتيريك؟ عندي جريتر وليسر تروكانتيريك. خونا وين نلقوه هذاك؟ نلقوه في الكونكافيتي نتاع جريتر تروكانتر. هذه جريتر تروكانتر في زي الكونكافيتي الداخل زي الدبريشن زي الفصه نسماها فصه خير فصه موجود غير اول معلومه. علاش قلت لكم مهم جدا؟ هذا اللي يغذينا اللي هي الهيد والنك نتاع الفيمر. فيري امبورتنت. علاش هذا اللي يتكلم في الهيد والنك نتاع الفيمر؟ عاودت هاي كل يوم قريب 10 مرات. 99% من اللي يخشوا العظام قسم العظام مكسرين بالفراكتشر نيك اوف فيمر تشقوها ملايين المرات مليارات المرات لن تمل منها. شنو يصير لما يكبر بنادم؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. شنو هي عظامه؟ يصير فيها هشاشه العظام. شو اسمها هشاشه العظام؟ اوستيو بوروس. معليش ليه مش انتهى؟ اوستيو بوروس هشاشه العظام. شنو يصير؟ بنادم مرة وكلهم اللي يجوني اسمع خدمت عظام حتى في بريطانيا يعني شوية يقول وخدمت هنا شوية لما يقول لي ندير رجلي بنتوضا تقول تك العظمة تتكسر لا طاح لا شيء ولا اعتر ولا شيء ما بالك لما يعتر الشخص الكبير صار الاولد ايج بيبول عندهم حاجة اسمها اوستيوبوروس هشاشة العظام يد العظام فيري سيمبل انه يتكسر مجرد بيتوضا بس فقط راس باهي لما يتكسر احنا شنو خايفين احنا؟ خايفين احنا بنديروا حديده ندخلوا في حديده هيك حديده وتقعد رجعها زي ما كان يعيش بنادم طبيعي. المشكله ان الارت اللي بيغذي الهد هو اتفقنا الارت وين نلقوه تروكانتيريك بلكس هو التشابك هذا بيجيب الشرايين بتاعه يمشي باش يغذي الهد الشرايين بتاعه يمشي باش يغذي الهد يمشي باش يغذي الهد
وهم ماشيين في الطريق ربك عندنا تبع الكبسولة احنا نتعب ناخدوها يوم ما الكبسولة تاع الهيب جوينت قايل هيك الكبسولة الكبسولة تبعت شوية حتى هي فايبرز نتاعها يغطوا الشرايين هذه حماية هذه اسمها ريتيناكولا تحطوها ريتيناكولا مهمة جدا 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 تخيلوا عندنا جلد سوين جابوهم لنا توا مكسرات الزوج كسر واضح درت صورة مكسرة رجلها تبدا معوجة برا طالع واضح من أول ما نخش نعرفها الرجل تبدا هيك مقايل الرجل الثاني مقايل هيك على السرير والثاني ملوحة على اللاترالي الدكتور هو مجي فاهم اوكي فركش على الغالب يبدا يدعي ان شاء الله الريتي وناكل هواء اللي هي الكبسول ما نضربتش لو نضربت الكبسول الشريان نضرب نضربت الهد الهد معاش تصلح وكان الكسر صار لداخل وهذه قاعدة حامية هذه الكسر صار لداخل لكن هذه قاعدة حامية الارتريات يا سلام عليك تفرح تدير سجلة تقعد حتى اسبوع صدق لان هذه فيري امبورت صار نرجع شكون يغدي الهد في الكبار زي نحن تروكانتيريك انستيموز شنو يدير تروكانتيريك انستيموز يبعد شرايين صغيرة الشرايين وين تمشي؟ تمشي على النك بتاع الفيمر شكون اللي حافظها من برا؟ ريتيناكولا شنو هي ريتيناكولا يا دكتور؟ الكبسول بتاعت الهيب جوينت باهي ديورين فراكتشر يصير فراكتشر في النك بتاع الفيمر ان شاء الله بس ريتيناكولا ما يصير لها شيء لو ما صار لها شيء دير حديد تدخله في مسمار كبير يخش هنا يقعد يا سلام عليه ما فيهاش حتى حد يعيش بنادم عادي يبقى يكون تروكانتيريك وين مكانه قلنا في الفصه بتاع التروكانتيريك فصه شو اللي كونه؟ اللي كونه اربع شرايين واحد منهم سوبيريور جلوتيال ارتري خلينا انفيري جلوتيال ارتري وميديال سيركمفلكس ولاتر سيركمفلكس حتى حفظهم سهل في مره الزوز سيركمفلكس وزوز سوبيريور انفيري جلوتيال هذا اللي يهمك شكون يقول لي هو شنو الشريان؟ يس تسمع برانش من الاوبتيوريتر ارتري اللي قلنا غدي في شكون الهيد نتاع هذا شكون في الصغار في الكبار هذا يبدا فيري رقيق ومعاش معاش يصلح بك ما هي يبدا خلاص ضعيف معناتها الهيد معاش تاخذ في الصغار في الكبار زي نحن من الارتي هو الارتي هذا قصه نحيه معاش ليش لا ترش يغدي فيري سمول اريا زي هذه وهذه ما يهمنيش هلبا اهو الليجامنت اللي يخش معاه اسمه اللي هو ليجامنت تيرس او ليجامنت تو دي هيد اوف ذا فيمر او خش معاه باش يغدي الهيد بتاع الفيمر هذا اسمهم تروكانتيريك انستيموز هذا اللي غدونا الهيد في الكبار اللي عمرنا احنا في كان في هذاك في واحد ثاني اسمه كروشيه شو معناته كروشيه رونالدو لما بيتكسر ان شاء الله في المباراه الجايه يا رب يجيب ويعطيه باهي حق ماش معانا هو خلي مع يوفي ما معش لينا القيمه ماشي باهي المهم شكون اللي تقطعوا في الخيوط اللي تقطعوا في الركبه اسمهم كروشيت اللي هو صليبي كلمه كروس صليب كروشيت صليبي لان واضح من الشكل هذا واخدين صليب كروس صليب كروشيت صليبي الصليبي الاول وين موجود مكانهم قلنا جنب جريتر تروكانتر هذه جنب الليسر تروكانتر صار تشابك من الارتريات والموجودات في جنب الليسر تروكانتر كاسم شنو سميناهم كروشيت انستموز تاع الليسر تروكانتر تاع الفيمر شنو اهميته هذا فيري امبورتنت يا جماعه هذا يربط الانترنال اليك تاع البلفس والفيمورال ارتري الفيمورال ارتري الفيمورال ارتي شنو الشريان اللي يطلع هنا من الفيمورال ارتي كبير قلت لكم عليها ولا قلت لكم مهم جدا بروفاندا اهم شريان في الفيمورال ارتي بروفاندا فيمورال ارتي شنو يدير بروفاندا نتبعوه شويه يمشي شويه لاترا يطلع من جهه اللاترا لا ياخذ بعدين يمشي خلف الفيمورال ويمشي بعدين لداخل ويقسم الى اربعه بيرفوريترز اللي قلنا عليهم اثنين ثلاثه أربعة يخترقوا على اسمها جلوتيا الدكتور ماكس الجلطات اللي أي واحد يصير جلطة في جسم تلود 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 في الأخير تحصل هني هذه الكومن بليس متاعها اللي يصير فيها بنجنج لذيك الوحدة ذيك الإمبولاي أي جلطة تلود تلود اسمها إمبولاي إمبولاي يعني جلطة لا في الجسم حكم في مكان شو بيصير للرجل لوطة؟ خلاص تخمر بالقصاها قصوها عشان نقولها بالانجليزي
امبيوتيشن. معليش امبيوتيشن، اي واحد يقصوله رجله اسمها امبيوتيشن. الشرطه هذه دام عادش قصوله هنا شو بيصير؟ الرجل الوطن كلها بتقصها غصبا عنك. ربك دار حمايه، شنو دار لك؟ الشريان هذا، هذا شنو اسمه؟ فيمورال. منين جاي الفيمورال؟ منين جاي؟ قلنا عليه الاكسترنال اليك والاكسترنال اليك، شكون اللي بجنبه الثاني؟ انترنال اليك. ربك دار لك خط ثاني، طريق ثاني، حتى تسكرت هنا زحمه تلقى طريق ثاني تهرب منها. كونكشن ما بين الانترنال اليك وباهي والوهم، الانترنال اليك والفيمورال ارت. يوم تتسكر الدنيا هذه تلقى الفتحه هذه تجيب لك الدم ما يصير شيء، على الاقل تدير عمليه كنت عليه راح. صار هذا اللي هو كروشيتا الاستمارة. شنو وظيفته؟ كونكشن ما بين انترنال اليك ارتري والثاني اسمه فيمورال ارت. باش اللي كونه يا دكتور؟ انت قلت لنا مكانه عرفناه وقلت لنا شنو اهميته لك. شنو اللي كونه؟ اربعه ارتريات. الاولى شنو قلنا؟ سوبيريال جلوتيال انفيريال جلوتيال ولاتر سيركمفلكس وميديا سيركمفلكس. نحي السوبيريال، كلمة سوبيريال، حط الثانية انفيريال جلوتيال. شنو ميديا سيركمفلكس زي الأول ولا؟ لاتر سيركمفلكس زي الأول. بدل السوبيريال نحيناه حط الفيرست بيرفوريترز بتاعة البروفاندا. يبدأ سهل حفظه. نعاود لو سوبيريال انفيريال ميديا سيركمفلكس كلها. نحي كلمة سوبيريال حط في مكانها الفيرست بيرفوريترز والباقي زي بعض. باهي. لاحظ ان الاول انفيري جلوتيال بتاع شكون؟ لان الاليك اثنين وثلاثه واربعه برانشز من شكون؟ من البروفاندا فيمورال. صار ما بين البروفاندا باش نكون ادق هنا في راس التي لازم نربط بين هذا والبروفاندا، هي ما بين هو والبروفاندا والبروفاندا. صار الكونكشن ميديا يعني باش نكون ادق الكلام ما بين انتين اليك والبروفاندا فيمورس ارت. في انستموس ثاني باش خلاص انستموسات ننسوه مره واحده اللي موجودات في الجهاز. اراوند سوبيريور انتير سوبيريور اليك سباين. لا توا شنو اهميه انتير سوبيريور سباين لليوم؟ انت قريت اناتوم توليكم سنتين ولا قداش؟ شنو استفدت من كلمه انتير سوبيريور اليك سباين؟ حاجه ثانيه سارتوريس مصر. يا سلام زيدوا نعرفوا بها مكبرني بوينت. عرفتوها مكبرني بتاع البندكس ولا؟ زيدوا نحسوا نحسوها محسوسه نقيسوا بها 100 حاجه يقيسوا بها هلبة حاجات في الاورثوبيديك العظام. خليك منها. صار لتو عندك خامس حاجه زيدها تو حواليها في بلكسس تشابك من الدم تشابك من الدم تشابك ارتريز يعني هم اسمهم انستموزس اراوند انتيريور سوبيريور اليك سباين. اوكي شو اللي كونه هذاي؟ ناخذه زي الاول سوبيريور جلوتيال ارتري خديناه من الاول نحيناه في الوسط ورجعنا له ثاني. الترتيب كجرايت كليم هذا ياخذهم ترتيب ديما اقرا تروكانتيريك واقرا الكروشيت وبعد اقرا هذا. في الاول كان سوبيريور نحيناه حطيناه في مكانه البيرفوريتر وتو رجعناه ثاني في التالي صار سوبيريور جلوتيال ارتري. شن ثاني بعد تالي؟ عندك السندنج بتاع اللاترال سيركمفلكس السندنج برانش ديب سيركمفلكس والسوبرفيشال سيركمفلكس. صار السيركمفلكس زوز سوبرفيشال وديب هيك شدهم والسوبيريور جلوتيال قلنا والسندنج بتاع اللاترال اللي هو اللاترال سيركمفلكس. نعاود سوبيريور جلوتيال واللاترال سيركمفلكس لاترال سيركمفلكس والثانيات اللي ديب والسوبرفيشال سيركمفلكس يعني ثلاثه كلمه سيركمفلكس. صار الاول سوبيريور جلوتيال واثنين سيركمفلكس اليك واحد اسمه سوبرفيشال وديب والثاني اسمه لاترال سيركمفلكس ارتري. هادم يديروا برانشات يديروا انستموس اراوند انتيريور سوبيريور اليك سباين. شو القصه هذه؟ افتر لايجيشن فيمورال ارتري وبف بروفاندا فيمورس جلطه احنا قلنا يا اما جلطه يا اما بعض الناس لما يصير نزيف نجو احنا نربطه هو بسرعه باش الدم الرجل ما تخسرهاش. لما توقفت انت الدم تدير عمليه ما راكش في العمليه نديرو ناخذ كلام هذاك المريض تك نسكر الدم هذا باش نخدمو لوطه كان هذا يقعد نزيف لوطه معناها كيف تخدم تسكيرتك هذيك مرات تقعد ساعه تقول ساعه نقول الدم خلاص مات البلاد الرجل ماتت وبنقصوها لا نتيجه وجود هذا الانستموزس
خليك تخدم الساعة اللي راحتك هذاك. صار على السموس هذا نحتاجوه في حاجتين، في الليجيشن، لما اسمها ليجيشن معناتها تربط، لما تربط أي حاجة اسمها ليجيشن في الطب، في الكلمة الإنجليزية عادية ليجيشن، ليجيشن يعني ربط، ليجيشن. باهي صار لما ربطنا الفيمورال آرتري أو لما صار فيه أي مشكلة لقينا حل عن طريق هذه الأنستوموزس اللي هو اسمه anterior superior iliac spine anastomosis. من التالي شو نقولنا؟ عندنا posterior cutaneous nerve of the thigh. باهي خلنا ناخذها بطريقة تانية. لو واحد خدي إبرة وخص روحه من قدام ومن التالي في الثايه وين يحس أكثر؟ posterior كنا نعرفها كنا علاش؟ لأن معبي هل cutaneous nerve يشاركوا من التالي. أهمهم بستيرو كوتينس نيرف لتاي الوسطي، جاي من جهة هذه اسمها ميديا كوتينس نيرف لتاي، جاي من جهة الثالثة اسمها لاترال كوتينس نيرف لتاي. شكون شارك حتى هو الفوق هو اسمه بوبتيريتر نيرف. صار عندك أربعة برانشات يغذوا الأريا الخلفية، معناتها it's very high rich in nerve supply. خدينا هذا قبل اللي فاتك، اتفقنا vertical group of superficial inguinal كله الكونتنس في مورال بايسبس في مورس. شن تاني؟ سيمي تندينوس سيمي برينوس وجوز اللي اخذناه بكريكا الدكتور ماجنس اللي قلنا عليه. شكون يغديهم التاي؟ قلت هايكم اول يوم محاضرة اسمها بروفاندا في مورس ارت. لو قلت لك شن البلد سبلاي متاع اللولم قول لي في مورال ارتري، قلت لك شن البلد سبلاي متاع التاي قول لي بروفاندا. صار هذا الفخدة يغديه البروفاندا في مورس ارتري. النير سبلاي السيتك نير من تاني من خلف، اتفقنا. بايسبس سماها باي لان عندها تو هيدز، لونج هيد وشورت هيد. نتبعوا احنا اللونج هيد وين تشد. باهي اللونج هيد تشد من وين؟ من الاسكيال تيبورستي. مع شكون؟ مع السيمي تندينوس، يعني الاوريجن بتاعته مصر في مكان واحد. خلاص اخذوه مع بعضهم، السيمي تندينوس واللونج هيد بتاع البايسبس عندهم اوريجن واحد. والأوريجين الواحد هذاي اسمها اللي هي إسكيال تيبورستي. صار إسكيال تيبورستي رأوا نقص عليكم الأناتومي من تقريب 30-40%. زمان هيورونا وين بالضبط وبعدها المصل اللي بعدها وهذه فوق ونقسموا فيها أربع أرباع، حتى هي قصة هذه بروحها تبي محاضرة تامة. هذا كل اللي جينا طبعا اللي جينا حين من برا رابش، لأن هذا نعطوا الطالب هيك ونيرف سيد كلام ما عرفش عليه حتى حاجة، يبدأ حفظ العظيمة ولا كوتينس نيرف. وهذه البرايورتي هذه مضيع الطب في ليبيا، هذه واحدة من الأسباب ناقشناها حتى المدة اللي فاتت. هذه من أسباب الطالب يبدأ قاري هلبة مش عارف الأهمية، هذه أهم الثاني والأولويات لشنو، وهذه مشكلة كبيرة. هم غادي يبدأ معلومات أقل من قلت هايكم هذاك اليوم من معلوماتكم مئة مرة، لكن يعرف البرايورتيز ثلاث أربع حاجات يخدم بهم طول عمره وعمره ما يخسر مريض، لأن البرايورتيز أهم من كل شيء. صار نرجع عندهم أوريجين الشورت هيد وين يشد؟ يشد في اللينيا أسبرا والسوبرا كودايلر ريج. إنسيرشن وين البايسبس؟ اتفقنا في الهيد متاع الفيبولا. في حاجة اسمها ستايلويد بروسيس في الهيد. هذه الفيبولا، الفيبولا شكلها سهل حلو حتى منظرها هيك دايرة زي هذا، اسمها الهيد متاع الفيبولا في ستايلويد بروسيس متاعها من فوق تشد اللي هي البايسبس. صار عندها تو أوريجين وإنسيرشن واحد. النيرف صدق اتفقنا كومن كورنيال نيرف للشورت واللونج، تيبيال نيرف لللونج. شنو وظيفتها؟ هي من المسخ الخلفيات. شو قلنا المسخ الخلفيات بيديروا؟ فليكشن للني. شو بيديروا؟ اكستنشن. خلاص فليكشن الواحد للني هو اكستنشن، ويشاركوا حتى في اللاترال روتيشن اوف ذا ني. هي مهمه جدا هذه ما قلناها. صار شو بدي للني؟ فليكشن اند لاترال روتيشن. واني في رايي الكلمه هذه تحفظها مع بعض. خلينا نذكركم المصل اسمها القداميه اليوسوس، شو الاكشن بتاعها؟ شو اللي يقول؟ فليكشن اند ميديا روتيشن. في حاجات لو تشدهم مع بعض اريح لك، ولان كومن كوشن في كل امتحانات تلقى نحبوا نسالوه لان فيري امبورتنت بصراحه. صار القداميه دارت فليكشن اند ميديا روتيشن، وهذه شنو دارت لي؟ فليكشن اند لاترال روتيشن لشكون؟ للني جوينت، للني سيمي تندينوس. نوقفوا هنا سيمي تندينوس وبتشد بالاسكيال تيبورستي. مش قلنا زي هي زي شكون اللي قبلها زي البايسبس؟
insertion SGS تبعك ندوين عليهم ثلاثة مصل في المشاف متاع التيبيا في الميديال سايد في الأبر بارت سميناهم SGS سارتوريس غراسيلس وسيمي تندينوس انس اللي بيغداه لنا في الخلف حيغداه سيتك نيرف تيبيا البارت متاعك لنا خلف الوحدة خلف الجوينت بديل الهب شنو بديلها شو بدير تنشل لنا خلف الجوينت وشو بديل للجهة الثانية فليكشن اند ميني روتيشن صار اللي شدت في الفيبولا دارت فليكشن اند لاتيرال روتيشن اللي هي البايسبس اللي شدت في الجهه هذه دارت فليكشن اند ميديال روتيشن ذاتس ات نوك نيكست